كده هفضل هربان يا فريده لحد ما الموضوع ده يتحل، وانت الوحيده اللي تقدر تحله لي. انا زناتي يالا، يعني بعرف دبه النمله بالقبل حتى ما تحصل، وحوار الظابط ده تلم لسانك فيه ما تجيبش سيرته نهائي، لكن ترغي وترط زي النسوان اللي خرجتك منه هلبسهولك، وكله بالورقه والقلم وبالاصول. وبالاصول تخش فيه قبلي. حته السلاح دي بدل الطبنجه اللي رجعناها للظابط. ما تتخيلش انا عملت ايه عشان اجيب لك الورق ده، يا رب تكون المعلومات دي مفيده بالنسبه لك. هو مين اللي قتل الواد في الاسم؟ كنتش انت اللي قتلته وجاي يتحور؟ لطفي وشلته لما رحت له مكلمه زناتي، وزناتي كلم رفيعي كذا مره، تليفون زناتي بيقول ان هو كان حوالين الاسم في المنطقه، يعني ممكن هو اللي يكون قتل الواد زياد. انا عايزك بقى تتقص لي من بعيد لبعيد كده على الواد اللي اسمه حماده تايسون ده. انا اللي معلم على الظابط يالا ومش اي علامه. لازم عندك وعي وفهم اللي انت بتربيه، عشان هو كمان يبقى عنده وعي وفهم انه احترمك. انا مش هقضي حياتي كلها كل يوم الم مصيبه من مصايبك. احنا محتاجين فيديو للطفي ابو المجد بيتكلم فيه مع ابنه. انت عايز ابين للناس يعني ان هو مش بس قاتل، هو كمان فاسد. بالظبط. انا لا عمري هتجوز ولا هخلف، انا ايه اللي خلاني اجيب عيل واعمل فيه زي ما ابويا عمل فيا؟ دلعه وابوظه، وبعدين انا على السلسفين اهلك منه باظ. جالنا دلوقتي بيان من وزاره الداخليه بارقام التليفونات اللي هي عملتها خصيصا للابلاغ عن المتهم الهارب سليم عبد الحميد الانصاري. انا الدنيا كلها بتجري ورايا، حكومه ومعارضه ونشطه وصحافه واغنياء وفقراء. تخيلوا بقى الناس دي كلها عمرها ما اتفقت على حاجه واحده بس. انا الشخص الوحيد اللي اتفقوا عليا. هو في ظابط بيتراقب؟ اه، ما انا ظابط ومتراقب. عرفنا مكان سليم. هاتوه. مين ده وليه؟ عيل بايظ يا باشا، مأجر الشقه دي ومدوره دعارة مخدرات. خدوه. معلش يا وليد، خيرها في غيرها. اتفضل. تلات حمار ياض، مش تعمل حسه ومنظر وانت طالع؟ مش في ناس كبيره قاعده؟ وانا مالي؟ قوم ايه انت طالع الاكل؟ حط الاكل وغور من وشي وروح لامك. معلش يا استاذ حوده، تسلم ايديك يا حموزه يا حبيبي، ربنا يخليك يا حبيبي، متشكرين. مش كده يا استاذ. جريح حوده في ايه؟ ما براحش على الواد يا عم. هو يعني عيل غلس شويه بس برضه بيصعب عليا. صعب شغلك غالي يا ابو خليل. ما كانش الواحد يشد على عيل في السن ده يطلع يعمل لنا مصيبه. الشد وحده في السن ده يا اسطى حوده ما ينفعش. لما العيل يكبر لازم كده يعني تصاحبه، اذا كبر ابنك خويه. خلينا في المهم. عرفت حوده هتعمل ايه؟ هخويه. يا عم انا بتكلم على صلاح. وانا بتكلم على صلاح. طب هتخويه ازاي صلاح؟ مش انا قلت لك يا باشا؟ ادي اخره المشي ورا العيال. وايه اللي حصل يعني؟ بلاغ وطلع في شنك عادي بتحصل. لا يا باشا، العيال دي بتشتغلنا وعمالين يفرهدوا فينا على الفاضي، وزمانهم قاعدين بيضحكوا علينا يا فندم. هم هيعملوا كده ليه بس؟ ما تبطل بقى نظريه المؤامره اللي واكله لك دماغك دي يا فندم. مؤامره ايه بس؟ هو سعادتك مش متضايق من اللي حصل ده ولا ايه؟ لا متضايق طبعا، بس ده لا يمنع ان احنا نحط اللي حصل ده في حجمه الطبيعي. وايه بقى حجمه الطبيعي يا فندم؟ ده يلغو البدايه يا ربي. بص يا سي وليد، في اي بلد في الدنيا لما بتعمل نشره عن واحد هربان ولا حاجه، في ناس كتير جدا بتقدم بلاغات. البلاغات دي في بيبقى منها كتير جدا بيطلع اوت مش حقيقي يعني، لكن ده لا يمنع ان البلاغات اللي بتطلع اوت دي ممكن توصلهم لحاجات ما كانوش عاملين حسابهم فيها. اسمح لي بس يا باشا، انا مش فاهم حضرتك بتدافع عن العيال دي ليه؟ لان العيال دول بمزاجنا او غصب عننا هم اللي جايين، والعيال دول هم اللي هيوصلونا لسليم الانصاري النهارده بقى بكره بعده بعد شهر. مهم هم اللي هيوصلونا لسليم الانصاري في الاخر. يا فندم احنا جالنا بلاغات كتير وكلها طلعت اونطه. اونطه؟ في ضابط محترم بوش سمع زي سعادتك كده يقول اونطه؟ يا باشا انا مش قصدي ان انا باشا. ايه بقى انت خليت فيها باشا؟ ده احنا ولا كاننا بنلعب طاوله على القهوه. يعني ايه؟ حتى حقنا اننا ندافع عن ابننا عايزين ياخدوه منا؟ لا ده مش بس كده. فريده كلمت كل اصحابها اليوم علاقه بالقنوات الفضائيه وكلهم قالوا نفس الكلام. ولا لنا ولا انت ينفع نطلع على التلفزيون ولا حتى نعمل مداخله تليفونيه. يا عيني عليك يا ابني، مش كفايه عليك البهدله والظلم ده، حتى كمان مش هنعرف ندافع عنه. ده مين ده اللي جاي لنا دلوقتي؟ ده احنا من يوم اللي حصل محدش جالنا ولا زارنا. مش عارفه بقى يا ماما، ربنا يستر. مساء الخير. مساء النور. اتفضل. مساء الخير يا طنط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ شكرا. زهرتك
يعني عجبت سعادتك تمين باشا؟ ايه اللي عجبتني يا راجل؟ ده انا نفسي كنت ابتديت اصدقك. عارف يا حماد، وانا بتفرج عليك قلت خسرت الراجل ده فرقه الاغلبيه، الراجل ده لازم ينضم للمعارضه. لا يا باشا، معارضه ايه بس؟ ده انا من ساعه ما قلت ألف به سياسه وانا اغلبيه خلاص الناس عرفتني بكده. وهي دي مشكله تنشق. هنشق؟ اه، يبقى اسمك النائب المنشق عن الاغلبيه. اسم حلو صح؟ لا يا بيه، أنا ماليش دعوة بالكلام ده، حكاية المنشقة دي بقى لما نشوف لها حد تاني. أنت حر، أنا عايز مصلحتك. يا راجل ده أنت عملت شغل النهاردة مع وزير الداخلية، ولا أجعصها معارض أبا عن جد. ما هو كله بفضل دعمك ليا طول الوقت. بس أنت عارف بقى، يعني أصل كلمة الحق دي ما تفرقش كتير من أغلبية أو معارض. حماد، سيبك من كلمة الحق والكلام ده، مسخة، ده ما تقيل. اوعى تكون فاكر ان انا نايم على وداني. قرار الموضوع ده معايا من الاول خالص. لطفي ابو المجد وابنه مشكلته مع الظابط ووقوفك معاهم، انا بس اللي بكبر. لطفي ابو المجد ده اصله ابن حتتي واخويا. الكلام ده كمان بلح. انت لا ليك اخوات ولا وقت الجد يفرق معاك ابوك نفسه. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه كده بس يا باشا؟ يا بني ادم افهم، هو اللي ليه في الاخوه والصحوبيه والكلام ده يشتغل معانا الشغلانه دي؟ انت راجل سياسي بالفطرة، ربنا لما خلقك حط فيك السر ده. العلاقة ما بينك وما بين لطفي ابو المجد ما تخصنيش في حاجة، هو يمول لك انتخاباتك انت تردها له مصالح، ما تخصنيش. تخبي فلوسك جوه فلوسه ما يفرقش معايا. ابنك يشارك ابنه في الكافيتريات ماليش فيه. أنا بس عايز أنبهك لحاجة يا حمادة، عشان أنت الراجل بتاعي وتهمني. خير يا باشا، حاجة إيه؟ حمادة، أنا مشيت معاك في الموضوع ده لأن كان ليا مصلحة، ومصلحتي اتقضت. وعايزك تتعلم تعمل نفس الحاجة، وتبقى جاهز. وحشتني، يعني مش فاهم برضه أبقى جاهز ليه بالظبط؟ لطفي أم المجد يا حماد مش دايم لك. وزير الداخلية مش هينسى لك اللي انت عملته معاه النهارده. ومين عارف النهارده ضحوا بالظابط بتاعهم، يا عالم بكره يعملوا ايه؟ هو في حد قال سعادتك عليا اي حاجه؟ انا مش محتاج حد يقول لي حاجه يا حماد. بص يا صاحبي، احنا في شغلانه مفيش حد مفيش بطحة على راسه. ما تتغشمش وتخليهم يضغطوا لك على البطحة دي. فهمتني؟ ربنا يديم المعروف يا ابني. والله ولاد الأصول بيبانوا في المواقف الصعبة. يا فندم ما تقوليش كده، تسليم ده زي أخويا الكبير، وبعدين ده كان مثلنا الأعلى كلنا وهو معانا في الأمن المركزي، والجميل اللي هو عمله لي ده دين في رقبتي ليوم الدين. ده كفاية إن هو فكر فيا في عز المشاكل اللي هو فيها دي، وقرر يعرض نفسه للخطر عشان خاطر يحل لي مشكلتي. إن شاء الله تعيش يا ابني. والله يا حسام، أنا من ساعة ما شفتك في النيابة قلبي اتفتح لك، وحسيت إن أنت زي ابني بالظبط. ربنا يخليك يا طنط. انا اسف طبعا ان انا جاي في ميعاد زي ده وبدون ترتيب، بس انا كنت فعلا عاوز اطمن عليكم واشوف لو محتاجين اي حاجه اعملها لكم. مستوره والحمد لله، ان شاء الله تسلم وتعيش. احنا بس مش ناقصنا غير ان ربنا سبحانه وتعالى يزيح عننا الغمه دي. باذن الله تتزاح، خلي ثقتكم في الله كبيره. ربنا كبير. يعني انت شايف ان سليم بريء يا حسام بيه؟ انا مش مجرد شايف، انا متاكد. وعلى فكره انا قلت الكلام ده لصلاح بيت توخي، بس ما عجبوش كلامي خالص. غريب، انت اول واحده قبله يقول كده. هنس سلمى ربنا عارفه بالعقل، ما حدش شافه، وانا عاشرت اخوكي وشفته بيعمل الناس ازاي، بيعاملني انا شخصيا ازاي. محدش صدق ان الراجل ابن الناس ده في يوم وليله هيتحول يبقى قتال قتله ومرتشي. ان شاء الله تسلم يا ابني. يا فندم سليم لو كان مفتري كان بان عليه، ولو كان مرتشي كان قدامه بدل المره 10 انه يعمل فلوس. طب مش معنى مفيش حد منكم بيقول الكلام ده غيرك؟ والله افتكر ان محدش فيهم يعرفه زي ما انا عارفه. او ممكن يكون مفيش حد فيهم حقاني زيك، ولا ايه؟ يا فندم الدنيا فيها وفيها، بس انا متاكد ان الحق هيظهر، وكل اللي ظلم سليم هيندم في يوم من الايام. انا مش هعطلكوا اكتر من كده. انا عاوز ادي لحضرتك رقم تليفوني عشان لو احتجتوا اي حاجه في اي وقت تكلموني. طبعا يا ابني، اتفضل. كا
الكلام خلص المرة اللي فاتت وتشد عليه بلاستر يا زميلتي. جرى ايه يالا؟ أنا سبتك المرة اللي فاتت وقلت ده كلام صوت لما يفوق أكلمه، أرجع عليك بتهري نفس الهاري. مش حمادة تايسون اللي يهري أي هاري ويقول أي كلام. يا جدع بطل غشومية أمال، فلوس إيه اللي عايزها من لطفي أبو المجد؟ وبعدين الراجل ماله مال الحوار أصلا؟ الظابط اتغش مع الواد مات في إيده، قلنا نلبسها له بالأصول. الكلام ده تروح تقوله لعيل صغير. أنا حق يابا في الليلة دي هيجيني هيجيني. لحسن واللي خلق الخلقة زعلك أنت واللي وراك زعل ما يشوفوش بني آدم. قدامك تلات أيام، لا قدامك يومين يا زناتي. ويجيني نص مليون جنيه. يا إلا والله العظيم تلاتة هطلع مصلحتي بمعرفتي وأنت مش عارف. هنجيب فلوس منين بس يا تاكس؟ آه. يبقى أنتوا يابا مش ناويين تدفعوا. عموماً أهل الظابط موجودين. واكيد مش هيستخسروا في الواد مبلغ زي ده عشان يطلع من اللي هو فيه. يا جدع انت عبيط، هتروح تشهد على نفسك انك شهدت زور؟ طب دي جنايه. لا يا اسطى، لا يا عم الحلو، هروح اقول لهم انكم اجبرتوني على الشهاده دي زي ما اجبرتوه، واديني اتعلمتها منكم يا اسطى. بالسلامه يا عم زناتي يا عم الحلو. يعني ايه الكلام ده؟ انتوا هتشتغلوني يا اولاد الهرمه؟ يا حاج اسمعني بقى. بلا حاج بلا سبت. ايه؟ انا قاعد على تل فلوس هغرف واديكوا. وانا مالي بس يا عم الحاج؟ مالك ايه؟ مش انت اللي ملبستها في المصيبه السوداء دي؟ ليه يا حاج لا مؤاخذه؟ هو انا اللي كنت سايب العربيه سكران وخبطت البت الغلبانه سويتها بالاسفلت؟ ولا سيبك من تليح النسوان ده. ابني غلط ما قلناش حاجه. وبدفع لك عشان نلم الموضوع. انما ابن سناء بقى والظابط وحواره ده ما يخصنيش يا حبيبي، ده شغلك انت. ليه يا حاج؟ وانا ابن سناء كنت اعرفه منين لما مؤاخذه عشان اذيه؟ مش كله عشانك وعشان ابنك؟ وانا اللي قلت لك اقتله؟ ولا انا اللي قلت لك دخل معانا الديلر المعفن بتاعك ده؟ يا اخي منك لله بقى، الواد ده اللي كان بيخاف يعدي في الشارع طول ما انا واقف فيه تخليه يجر عليا بالشكل ده؟ منك لله. واحد الله كده بس يا عم الحاج، خلينا نعرف نفكر احنا كلنا في مركب واحده. لا يا حبيبي، لا يا حبيبي، احنا مش في مركب واحدة. موضوع الظابط ده شيلتك انت، وشهادة تايسون كان عشان ينقذ رقبتك انت، ما يخصنيش لا انا ولا ابني. كلامي ده يا حاج اللي انت سامعه اخويا. وانا كنت اعرف منه هيطمع بالشكل ده يا عم الحاج، انا قلت انه هيستكفى انه يجيب مناخير الظابط الارض وخلاص وتخلص قضيته على كده. برضه ما يخصنيش. طب الفلوس اللي هو عايزها يا حاج؟ ادفع له اخويا من جيبك، انا مالي، انت اللي شبكته معانا. ادفع له منين بس يا حاج؟ ده عايز نص مليون جنيه. نص مليون قرد لما يتنططوا على دماغك انت وهو، انت تقعد تقول منين؟ صلى على النبي كده بس يا عم الحاج، وخلينا نعرف نفكر. الواد ده لو قال لي عقله واتكلم كلنا نروح في 60 داهيه. انت بتهددني يا دول ايه؟ والله ما القصد يا عم الحاج، ولا بهددك ولا اي حاجه حاشا لله، بس الواد ده لو فتح بقه واتكلم وقال لي عقله كلنا نروح في 60 داهيه، المستخبي هيبان. يعني انا وانت وتامر وحماد بيه والمتر نشأت نروح في 60 داهيه. هيخرب بيوتكم، الله يخرب بيوتكم على بيت اليوم اللي انا شفتكم فيه. يا بني ادم افهم، انت طالب مليون جنيه والجاموسه ده طالب نص مليون جنيه، اجيب لكم منين؟ ربنا يجعله عامر يا عم الحاج. عامر ايه؟ عامر ايه؟ ما اللي ما يعرفش يقول عكس. وبعدين اضمن منين انا ان الواد ده بعد ما اديله الفلوس اللي هو عايزها دي ما يلفش ويرجع يطلب فلوس تاني؟ في ده عندك حق يا حاج، عمر قلت اعدي عليك واقول لك اللي بيحصل اول باول، ومن هنا لبكره خلينا نقلبها في دماغنا ونتقابل انا وانت وحماد بيه ومتر نشأت ونشوف هنعمل ايه. وبالمره لما مؤاخذه كده تشوف لي قرشين لحسن القرشين اللي اداهم للمتر نشأت خلصوا. قرشين؟ وما زنقتي؟ وما زنقتي امشي من هنا، قوم يلا قوم. طب بالاذن انا يا عم الحاج. ده يا افتلمتك. فضلت سعادتك ورا صلاح بيه من بعيد لبعيد كده من غير ما ياخد باله خالص، لحد ما دخل بيته خدت بعضه وجيت على هنا على طول. طب زي الفل. يعني عرفت بيته. من بكره بقى استلمه وهو نازل من البيت. تمام سعادتك. معلش يا حود، انا عارف اني معطلك عن شغلك، بس يعني كلها 3 4 ايام كده الدنيا تظبط. انا خدامك اسلم بيه. الا صحيح يا استا حوده، مفيش اخبار عن حسن الضبع؟ بصراحه ابو خليل مفيش جديد، بس انا عندي خبر الماز ليك بصراحه. يعني انا اتقصت في المنطقه عندك من بعيد لبعيد كده، وعرفت يعني ان مراتك والولاد بسم الله ما شاء الله يعني زي الفل، حتى اشرف خطيب اختك يعني كان واخد اجازه من الجيش ورجع بالسلامه. الله يطمن قلبك يا استا حوده، الحمد لله ان اشرف خد اجازه عشان يبقى معاهم ما بقوش لوحدهم. الواد ده اصله ابن حلال قوي وطيب والله يا استا حوده، واد راجل. ما تقلقش،
وقلت لك برضو انت هتروح تطمن عليهم بنفسك. وتايسون اخباره ايه؟ هو ده الموضوع اسلم بيه. قول لي. انا عرفت ان تايسون واعمى الامين زناتي بقالهم كام يوم. اصل سعادتك يعني الامين زناتي بيروح لتايسون في الغرزه اللي بيحشش فيها. ناس بقى من اللي قاعدين معاهم يعني سمعوا كده ان هم اتخانقوا مع بعض. اتخانقوا على ايه؟ سعادتك محدش يعرف اصل الحكايه، بس اللي انا اقدر اقوله لك يعني ان تايسون بعد ما وصل الامين زناتي بره رجع قعد مع نفس الناس دول وهلفط بالكلام وجاب سيره الامين زناتي وسعادتك في الموضوع. جاب سيرتنا؟ اه سعادتك يعني بيقول زناتي مين ده اللي انا اعمل له حساب؟ اذا كان الضابط اللي بيقرص زناتي انا مسففه التراب ومخليه. كمل كمل ما تخافش. مسففه التراب يعني وملبسه طرحه وخليته يهرب زي العيال في الحاره بصراحه. انا ملبسني طرحه. حلو الكلام ده. ايه اللي حلو في الكلام ده يعني يا سليم بيه؟ ايه اللي حلو ان عيل صايع زي ده يشتم سعادتك؟ عشان انفخه. بعدين طالما الاتنين اتخانقوا يبقى في مدخل ندخل لهم منه. حلو سعادتك، بس دي تتعمل ازاي يعني؟ ما تشغلش انت دماغك. خليك انت ورا صلاح. ولما اعرف هعمل ايه هقول له. بطل زن بقى، اجل اي كلام في الشغل لحد ما اجي المكتب. ايوه يا عم اديني فرصه بس اسلم على الاولاد قبل ما يسافروا. طيب سلام، مع السلامه. بقى بذمتك شكلنا كده ما شجعكش ان انت تيجي معانا؟ والله كان نفسي حبيبتي، بس عندي شغل كتير جدا. انتوا روحوا استمتعوا بيومكم عادي جدا، وانا هحاول اخطف يوم واجي لكم. مش هيحصل طبعا، هي دي اول مره. ايه ده ايه ده؟ ايه اللي مضى دي؟ ايه اللي مضى دي؟ على فكرة وانا في سنك ما كنتش في لمطك دي، انا كنت زي النسمة، صح يا ست اللواء؟ قول له، قول له انك كنت زي النسمة. ايه وانا صغير بس دي يا بابا؟ ما انت لسه صغير اهو، وبعدين يا بابا يا حبيب قلبي، انت نسمة وانت صغير وانت كبير. واو شفت ربنا رزقني بايه؟ بنت نصابة وولد لمض، دي مش جيناتنا، لا جيناتك ولا جيناتي، دي جينات غادة. اه بقى كده. قلت يا فاطمة خدي بالك من سيادة اللواء، قعديه أكتر وقت ممكن قدام المية. أنا عارف إنك بتحب البحر من زمان من أيام الأفق، ها؟ عينيا يا صلاح بيه، مش عايز مننا حاجة قبل ما نسافر حضرتك؟ لا يلا عشان تلحقوا تستمتعوا بيومكم، وأنا هلحق أروح الشغل. يلا. جرايا يا جماعة ما تصلوا بينا على النبي، أنتوا هتخلوا حتة عيل زي ده يوقع بينا ولا إيه؟ قول لهم والنبي يا متر، أنت كمان اللي كان تتكلم، مش ده جلبك يا أبو زلقص؟ لطفي عنده حق يا متر. موضوع كده هيبهوأ مننا ومش هنعرف ننام. جرايا يا حمام بيه، هو في حاجة في مصر ما بتتلمش؟ ده أنت سيدي اللي عارفين. بس برضه لازم نلم الموضوع بدري بدري. قلت يا زناتي؟ اللي تشوفه يا متر، وأنا من امبارح مش ساكت عمال أدور لها على حل. بعد ما دورت عملت إيه يا برم؟ محلول يا حاج، بس لما مؤاخذة هتصرف شوية. لا، أنت بتحلم، أنا مش هصرف أكتر من كده. ومين جاب سيرت أكتر من كده بس يا حاج؟ أنت مش تصرف ولا مليم زيادة. أنا لما مؤاخذة متفق على 1,000,000 جنيه، وصلني 100,000. كملهم لي نص، والنص التاني لما اجيب لك الخبر اللي يطمن قلبك. ويعني هتعمل ايه اكتر من اللي انت عملته؟ سكه ابو زيد كلها مسالك يا باشا، وانا عايز زي تايسون ده اعرف اسكته ازاي. قلت ايه يا حاج؟ قلت لا اله الا الله. تمام يا حوده، وقف مراقبه صلاح الطوخ، انا عرفت اللي انا عايز اعرفه. عرفت ايه يا باشا؟ هو لسه الراجل قال حاجه؟ ايه هيك؟ ما قلت لك عرفت اللي انا عايز اعرفه. خلينا بقى في اللي بعده. خير سعادتك. أنا في مشوار لازم أعمله. المشوار مش سهل، محتاجكم فيه معايا. ولا يهمك يا باشا، إحنا معاك في أي حاجة. رقبت يا سليم بيه، بس لما أوصل سعادتك يعني المشوار ده فين؟ وديني الغرزة اللي بيقعد فيها حمادة تايسون. في مكان حودة. دكانة التانية يا سعادتك اللي هناك دي. تاني واحدة؟ اه. واحنا نعرف ان هو جوه ده الباب مقفول ومفيش حس. ايوه سعادتك، هو لازم ان يجي لوحده يقعد مع نفسه يشرب مخدرات كده يظبط دماغه، وبعدين الشبان بتوعه بيجوا واحد ورا التاني لحد ما يتجمعوا، يجوا بقى نور بعد نص الليل قرب الفجر ويقفلوا على نفسهم الباب. طب راجع نفسك يا اسطى حود، احنا مش راقصين مصايب، كفايه المصيبه اللي احنا جايين نعملها. بس يا عم انت بقى بس، عايزين نلحق ناخد منه كلمتين ونطير قبل ما الدنيا تتلم علينا. طب يا بابا انت ايه اللي مخليك متاكد ان انت لما تسجل له يعني هيعترف في كل حاجه؟ لا كده هيعترف. Thank you.
قايل ب60 نيله. يا نهار اسود. الله وإنا إليه راجعون. الواد مات. ما لحقناهوش. ماشي عشان خاطر لازم نمشي بيه. الحوار كله عوا. يلا. استنى يا حوده. لا حول ولا قوة إلا بالله. ماشي عشان خاطر بقول لك. اصبر يا حوده. العيال على مجاني دلوقتي. ممكن حد من السجان دلوقتي لو فتح الباب أروح في 60 دقايق. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماشي عشان خاطر بقول لك. اسلم باشا عشان خاطر. اصبر يا حوده. طب نمشي بيه دلوقتي. يا باشا فهمني كويس. حد من السجان ممكن. الو يا وليد، امتى حصل الكلام ده؟ المكان ده فين؟ طيب انا جاي حالا. السلام. يا دي المصيبه السوداء، يا دي المصيبه السوداء. هو احنا ناقصين مصايب يا رب؟ ما تهدى شويه يا ابو خليل يا اخي. استغفر الله العظيم يا رب. خلاص بقى اللي حصل حصل. مشكلة دلوقتي في الخيط اللي كنا ماشيين وراه اتقطع. كده نبدا من اول وجديد تاني. يا دي الخيوط اللي احنا عمالين نمشي وراها يا سليم بيه. يا باشا انت مستهون بالموضوع كده ليه؟ دي جنايه. بقى يا رب يا رب يوم ما نوصل للواد اللي هنعرف منه حاجه ونقرره قوم يموت. ده ايه الحظ المنيل ده؟ ده مش حظ يا ابراهيم. تايسون مات عشان كان لازم يخلصوا منه عشان بقى خطر عليهم. دول سعادتك هم اللي موتوه. هما حد الموتوع. اديني لبست مصيبه تانية كمان. احد الله يسلم بيه. باذنك يا رب كل عقده وليها حل. ربنا يسترها. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ مفيش قدامي غير حل واحد كنت ماجله. في مشوار تاني لازم اعمله ضروري. مشوار؟ مشوار ايه تاني يا سليم بيه؟ ما تخافش يا ابراهيم. المشوار ده اعمله لوحدي. كفايه عليكم انتوا الاتنين مشاكل لحد كده. اسمعني يا سليم بيه، لا مؤاخذة يعني أنا وإبراهيم رجالتك ومعاك على الموت كمان، بس لا مؤاخذة يعني لازم تكرني شوية. مفيش وقت نكرني يا حودة خلاص. زمان دايرة الاسم مقلوبة. هتشوفوا سعادتك. أنت متأكد إن سليم الأنصاري هو اللي عمل كده؟ يا باشا. اهدى. اهدى وركز بس. ولا تحب اجيب لك صوره عشان تتاكد؟ لا يا باشا، انا عارف شكله من ساعه ما كان بيخدم عندنا في المنطقه، وكمان عارفه من ساعه ما جه عمل الحمله وخد المعلم من المنطقه عندنا. لا سيبك من المعلم دلوقتي وخليك معايا. بس اصل يا باشا ما تعرفش المعلم غالي عليا ازاي. كان بيت اهلك صح؟ بص انا عايزك تهدى خالص وترجع تحكي لي الحكايه واحده واحده وعلى مهلك قوي. حاضر يا باشا. ما تكذبش عشان انت لو كذبت عليا انا هأذيك. احكي لك. لا 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 مؤاخذة يا سليم بيه، مؤاخذة يعني في الكلمة دي. الكلام ده مش كلام ناس عاقلين، ده خطر. ما انا عارف انه خطر. هو خطر بعقل يا سليم بيه. ده جنان. ما عشان جنان بقى ما حدش يتخيل انا ممكن اعمل كده. انت هتستنى هنا. وانت حوده هتيجي توصلني وتستناني من بعيد. لو تأخرت يبقى الحكاية عكت فوق دماغي. ساعتها تتكل على الله. يعني مش واسيبك؟ يعني تمشي وتسيبني. احنا كده يا طارق خدنا كل اللي يخصنا من القضية، والقضية كده كده بتاعتكم. بس يا ريت لو حصل أي جديد شاركني وبقى كلمني. طبعا يا باشا تحت أمرك. قول لي يا طارق، وسليم خدم معاك قبل كده؟ طبعا يا باشا. أنا كنت رئيسه في القسم قبل ما يحصل اللي حصل ده. طب وإيه رأيك فيه؟ والله يا باشا أنا اتغشيت فيه زي ناس كتير. أنا بصراحة ما توقعتش أبدا يحصل منه اللي حصل ده. اتغشيت فيه؟
يعني انت شايف ان هو اللي ورا كل اللي حصل ده؟ بص يا باشا، احنا ظباط مباحث ما بننجمش، بنشتغل بادله وبس. الادله اللي عندي بتقول ان سليم الانصاري هو اللي عذب الواد في القسم لحد ما مات، وبرضه الادله اللي عندي بتقول ان هو اللي قتل تايسون. احنا بنشتغل بادله وبس. جدع ده. سامع وليد؟ انا هروح البيت اريح ساعتين كده عشان مجهد قوي، بس يا ريت لو في جديد. اكيد يا باشا طبعا. حسابك تقيل معايا قوي يا سليم. يلا سلام عليكم. الله أكبر الله أكبر، والعزة والجلال لرب العالمين. يا رب يا رب استرها علينا بحق ده الأذان، يا رب استرها علينا وفك كربنا. أنت اللي قادر تشيل الظلم عن المظلومين، استرها معانا يا رب. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.